لأن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى المؤتمر الصحفي بين سيرجي لافروف والمبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا من موسكو. ومن الوزراء الآخرون أن بالرغم من ما حدث في الأسبوع الماضي وعلى حداثة الأوضاع، إلا أن روسيا الاتحادية ملتزمة بدعم العملية السياسية، فإذا علمنا شيئا واحد أن في ظل هذه الأزمات يمكن أن نتجنب التصعيد إذا كان هناك عملية سياسية. لذا إذا الوضع كان في يد سوتشي وكان العمل هدفه هو تقليل حفة التصعيد، واستندنا إلى مناقشات جنيفا استنادا إلى اللجنة الدستورية واستنادا إلى انتخابات مستقبلية، أعتقد أن هذا يجب أن يكون أولوية. أتمنى أن نحن ندعم وندفع للأمين لا منظمة حظر استخدام السلاح الكيماوي أن تقوم بدورها وعملها ومهمتها دون تدخل فالأمم المتحدة. نحن نتمنى أن ينجزوا مهمتهم بمنتهى السرعة حتى نقلب الصفحة عن الهجمة الكيميائية المزعومة ونعود إلى المسار السياسي، فالسوريون لا يحتاجون ذلك ولا يستحقون ذلك. هناك توتر في العملية السياسية ومن المهم أن نخفف هذا التوتر. أشكركم. شكرا. وبالعودة من المؤتمر